واليوم 14 نوفمبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو متقبل أي إجراء ممكن يوصلك لتوازن مهني ترضي من خلاله طموحك المالي، والفلك عم يتحدث عن تغيير مفاجئ وطارئ على صعيد المناصب الجديدة، بالإضافة لرغبة بالسفر تبدو محسومة عندك. عاطفيا رح تدمن عادات جديدة وسلوكيات أفضل بهدف كسر النمط السلبي اللي كان عم يعكس تأثيراته على استقرار علاقتك مع الشريك. مولود برج الثور، تبدو خاضع للظروف المالية اللي عم بتعيشها، وتبدو ضايع بين وظيفتك الأساسية وبين عرض عمل خارجي، واحتمالات الحل المناسب والأفضل متوفر عندك فيما لو فكرت بنشاط خارج بلدك. عاطفيا عم ترسم الأهداف عاطفية حلوة وعم بتخطط لتنفيذها بأسرع وقت، وخصوصا عند الراغبين بالاستقرار أو الارتباط. وأما المتخاصمين في الحب ففرص التقرب من الشريك تبدو واعدة. مولود برج الجوزاء، بداخلك انطباع سلبي عن الجو العام المرتبط بوظيفتك الراهنة وإجراءاتها المالية، ومن المحتمل هيدا الوضع يجبرك على التفتيش عن وظيفة أفضل بمكان آخر، بالإضافة لانشغالك الدقيق ببعض القضايا المالية. عاطفيا رح تتجاوز الظروف الطارئة يلي عم تستهدف علاقتك مع الشريك بشكل قاسي، ورح تنجح بنفس الوقت بكسر النظرية القديمة يلي عم بتخليك تدمن عادات غير مرغوبة عنده. مولود برج السرطان، الوقت أصبح مناسب للتغيير أو للاستقالة من وظيفتك والانتقال باتجاه مكان عمل أفضل، وخصوصا عند يلي عم بيعيشوا عدم استقرار مهني بشكل مش مقبول. عاطفيا عم تشعر بأنك مهزوم مع الشريك بسبب الاختلافات الواضحة بطريقة تفكير كل واحد فيكم تجاه الآخر، إلى جانب معتقداتكم يلي أصبحت ما عم تتطابق مع بعضها أحيانا. مولود برج الأسد، عم تبتكر حلول إضافية بهدف تحسين وضعك المالي، ورح تسعى لتوسيع نطاق أعمالك القادمة والالتحاق بوظيفة ثابتة تضمن لك مدخول مالي ثابت بأسرع وقت. عاطفيا عم يصعب عليك الالتزام بمطالب الشريك دفع وحدة، ولكنك رح تسعى لتقسيمها لأجزاء صغيرة من خلال خطة إنقاذية تدعم عملية استقرارك معه. مولود برج العذراء، روتين وظيفتك عم ببدل ثقافتك المهنية بشكل سلبي، وعم يمنعك من تطوير نفسك أو الحصول على ترقية معينة، ويبدو أنك أصبحت بحاجة لحل سريع يكسر من سلبية هيدي الأجواء الجامدة. عاطفيا علاقتك مع الشريك عم تتأثر بمواقف من الماضي، ومع ذلك ما رح تتردد بالاستعانة برأيه بهدف توفير الحل المناسب لمشكلة بتخص الطرفين، ولو أنك غير راضي عن تصرفاته معك بشكل واضح. مولود برج الميزان، عم تشغل نفسك بأعمال إضافية رح تتحرك عليها بشكل جدي أكثر، إلى جانب اهتمامك الواضح بعملية تأسيس نفسك بوظيفة ثابتة تعطيك ثقة مهنية ومالية بوقت واحد. عاطفيا رح تتشارك مع الشريك بأشياء كثيرة ممكن تساعدك على استئناف مشاعر الحب والمودة ما بينك وبينه بشكل أقوى، وخصوصا من بعد الأزمة الصعبة اللي حصلت بيناتكم. مولود العقرب، عم تشعر بأنه حياتك المهنية ابتدت تتغير، ومن المحتمل هيدي الخطوة تضطرك لإلغاء بعض الأعمال الغير ضرورية استعدادا لانطلاقة جديدة قد تكون مرتبطة بمصدر خارجي. عاطفيا عم بيسيطر عليك نوع من الإحباط العاطفي بدون ما تعرف السبب الأساسي يلي عم بيخليك بهيدي الحالة، على الرغم من حماسك التام على تطوير علاقتك مع الشريك بشكل أقوى. مولود القوس، تبدو غير قادر على تحمل أجواء الركود المهني اللي عم بتعيشها بالوقت الحالي، وتبدو جاهز لوضع معايير جديدة قد تكون مرتبطة بعملية بقائك بنفس العمل، بالإضافة لسفر قريب بانتظارك. عاطفيا تأثيرك يبدو قوي على الشريك حتى لو ما أظهر لك هيدا الشيء فعليا بسبب الظروف الصعبة يلي حكمت عليكم بواقع عاطفي من الصعب تقبل نتيجه بسهولة. مولود برج الجدي، عم بتفكر بنشاطات وأفكار مهنية خاصة فيك، ومن المحتمل ما تفيدك أبدا بهيدا التوقيت تحديدا، ونصيحتنا لك تركز على التغييرات يلي رح تنقلك باتجاه وظيفة جديدة أو مسؤوليات أفضل. عاطفيا عم تسعى لتوفير المساحة الكافية لإنجاز المواضيع الأكثر أهمية والمرتبطة بمصلحة علاقتك مع الشريك، ولكن على طريقتك أنت، والباقي رح يكون أسهل مما تتوقع.
مولود برج الدلو عم تسعى لتكوين صداقة مهنية مع شخص غريب عنك ورح تنجح بالتفاعل معه والتقرب منه بسهولة، بالإضافة لترتيبات مالية جديدة تبدو مهتم بمتابعتها بدقة. عاطفيا مازال وضعك العاطفي تحت السيطرة بالرغم من الخلافات العابرة يلي عم تظهر فجأة قدامك وبدون ما تكون عامل حساب لنتائجها المحتملة. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت رح تعتمد مبدأ الاندفاع الذاتي بهدف تحريك وضعك المهني بطريقة أفضل، وبنفس الوقت تبدو حريص على تقوية حظوظك المالية من خلال نشاط عمل جديد عم بتفكر تنتقل عليه قريبا. عاطفيا محاولاتك لإصلاح الأمر ما بينك وبين الشريك تبدو نتائجها واعدة بالنسبة لك، وخصوصا من بعد الأزمات الصعبة يلي مرقتوا فيها سوا، والوقت كفيل بتحسين الوضع بيناتكم. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. باي باي.